السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي قصادنا دي صفحة يوتيوب عادية جدا. طب انا جايبها ليه؟ جايبها عشان في مشكلة بتواجه البعض، انه بيتلقى انذارات كيدية، فعلشان يرد لازم يرد باشعار مضاد. فالاشعار المضاد بيحوي البيانات، رقم التليفون، العنوان، انت ساكنة فين، انت ساكن فين. ففي معلومات شخصية، لو صاحبة القناة بتبقى واحدة ست، بتبقى مشكلة ليها انها تحيل عنوانها وتليفونها وبياناتها الشخصية للشخص اللي عمل لها انذار كيدي. فرضا عندنا مثلا واحدة ليها قناة بتقدم محتوى حصري 100%، الصوت بتاعها، الصورة بتاعتها، حتى كمان الصورة المصغرة بتاعتها، وهي كمان الصورة المصغرة ممكن يجي عليها انذار، ايوة للأسف ممكن لو الصورة الصغيرة مش بتاعتنا، واللي بيملك الصورة قدم طلب ازالة للأسف بيوافقوا عليه، فبيبقى صعب عليها انها تبعت بياناتها للمدعي، على اساس ان المدعي هيعرف بياناتها الشخصية. فالموضوع حساس بالنسبة ليها، خصوصا لو كانت سيدة فاضلة وكده، بيبقى الموضوع صعب. طب ايه الحل عندها او عند اي حد واخد انذار كيدي او انذار ظلم؟ لازم يترد بالاشعار المضاد. في طريقة كويسة تقدر هي تعملها كالآتي. يبقى دي صفحة يوتيوب عادية جدا، ندوس على صورة القناة، هيظهر قصادنا المنظر اللي قصادنا ده. بعد كده ندوس على الاعدادات، لما ندوس على الاعدادات هيظهر المنظر اللي قصادنا دوت. هنلاقي في حاجة اسمها حالة القناة وميزاتها وإضافة قنوات وعرض الإعدادات المتقدمة. إحنا هنختار حالة القناة وميزاتها. هيظهر المنظر اللي قصادنا دوت. العمود في الناحية اليمين في الإعدادات العامة، القناة، الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات، الأذونات، المنتدى، الاتفاقيات. هنختار الأذونات. خلاص، بيظهر هنا إيميل مالك القناة. لو عايزين نضيف حد تاني بنثق فيه، على اساس لما يتعمل الاشعار المضاد يتعمل باسمه وبياناته، ما يبقاش الموقف حساس بالنسبة للواحدة الست انها تبعت بياناتها. فهندوس على دعوة. دعوة هنا هنكتب عنوان البريد الالكتروني للمستخدم، وهنا هنختار حق الوصول. فاحنا هنحط هنا البريد الالكتروني بتاع اللي احنا عايزين نعمله، مدير ولا اداة تعديل ولا محرر ولا مشاهد ولا مشاهد دور محدود. طبعا الافضل هنعمله مدير عشان يقدر يعمل حاجة، يمكنه اضافة مستخدمين اخرين وازالتهم واجراء كل انواع التعديلات، ولا يمكنه حذف القناة. ده المدير. المدير اللي هو بيبقى له صلاحيات بقى ما عدا حذف القناة. يبقى هيقدر يعمل اشعار مضاد. يبقى هنا بنحط الايميل بتاعه، وفي حق الوصول بنختار مثلا انه يكون مدير. طبعا انا مش هكتب ومش هكمل. وبعد كده بندوس حفظ. هذا المدير يقدر يعمل كل حاجة في القناة ما عدا حاجة واحدة، انه لا يمكنه حذف القناة، لكن يقدر يعمل كل انواع التعديلات، ويقدر يبعت الاشعار المضاد ويعمل كل شيء. حاجة تانية، الواحد او الواحدة مش قوي في ادارة القناة ممكن يستعينوا بحد عنده خبرة بيثقوا فيه ويعملوا له دور مدير، على اساس يظبط له المشكلة اللي عنده. نتكلم بقى عملي. قصادنا هوت دي صفحة انذار في قناتي الرياضية، بس الحمد لله انتهت صلاحية الانذار، يعني فات 90 يوم. الاشعار المضاد واضح انه اترفض لاني كنت عارض اهداف. طب هتقولوا لي واحد خبرة زيك يعرض اهداف ليه ممكن ياخد عليها انذار؟ لان باختصار المدعي بيدي حظر، فلما بتغلب على الحظر وبنشر الاهداف يطلع لي مدعي تاني ومدعي تالت بيدوا انذارات. دي انا هيشرفني بقى انهم اكتر من مدعي، دي اللعبة اللي هما بيعملوها، واحد حظر وواحد انذار. وده منظر الاشعار المضاد. بعد طبعا لما ندوس على الاشعار المضاد بيظهر لنا المنظر دوت. بنقشر على المربع اللي هو ادرك تبعات ارسال اشعار مضاد واود المتابعة. بدي هنا مثال يتكتب ايه. مثلا هنختار الشخص اللي احنا عملنا له انه مدير قناة. هو طبعا الشخص مدير القناة هو اللي هيعمل بقى الاشعار، ويكتبه بقى باسمه وعنوانه ورقم هاتفه وكل حاجة يكتبها زي ما واضح قصادنا اهو، بس يكتب البيانات صح. انا عامل مثال وهمي كده،
والمدير ده يعلم على الثلاث مربعات اللي تحت بعض اللي هو القسم والموافقة على الخضوع لسلطة المحكمة. وأدرك أن إرسال إشارات مضادة احتيالية قد تؤدي إلى إغلاق حسابي على اليوتيوب ويوقع، وبعد كده يدوس إرسال. نعمل لنا مدير بقى، أدي صفحة يوتيوب عادية جدا. الصفحة دي بندوس على صورة القناة وبعدين ندوس على الإعدادات اللي جنبها الترس، هيظهر حالة القناة وميزاتها. فندوس على حالة القناة وميزاتها، هتظهر الصفحة اللي قصادنا دي. ندوس بعد كده على الأذنات، وبعد كده ندوس على دعوة، هيظهر قصادنا المنظر اللي قصادنا ده. البريد الإلكتروني نكتبه بتاع الشخص اللي احنا عايزين نعمله مدير، وبعدين نختار خيار مدير. خلاص كده ظهر المدير. ندوس على كلمة حفظ، هيطلب إثبات الهوية. إثبات الهوية يعني ايه؟ عشان يتأكد ان انت مالك القناة فعلا اللي انت عملته مدير، مش اي حد تاني. يعني مالك القناة اختار شخص مدير، مش حد من بره سيطر على الحساب وكده. ندوس على متابعة. خطوة إثبات الهوية خطوة بسيطة، بيظهر قصادنا رقم التليفون بتاعنا اللي احنا رابطين الحساب عليه، بيتبعت عليه إشعار بتختاره كلمة نعم، يعني انت اللي بتعمل الخطوات دي. وبعد ما بتعمل نعم بيظهر لك تلات أرقام من ضمنها رقم 74 أو أي رقم اليوتيوب بيبعته لك. يعني عايز يتأكد ان الرقم اللي ظاهر على الجهاز ده انت بعلم منك انت، وفي التليفون بتقول نعم وبتختار نفس الرقم من تلات اختيارات. يعني بيحط لك كمان رقمين تانيين مختلفين عن 74، فانت بتختار او انت بتختاري رقم 74 او اي رقم هو بيبعته لك. الارقام طبعا ما بتبقاش ثابتة. خلاص عملنا عملية اثبات الهوية. الشخص بقى المقترح انه يكون مدير بتوصله دعوة عن طريق الايميل، وبيدوس على قبول الدعوة. قبل الدعوة فبيتكتب اكتملت عملية الاعداد، ويختار الانتقال الى القناة. فوق اهو ناحية الشمال مكتوب هشام صلاح الرياضية، يمكنك ادارة المحتوى. ده المدير او المديرة يقدروا يتحكموا في القناة. المدير على فكرة بيبقى عنده في قناته، لو داس على صورة القناة بتاعته بيظهر العمود اللي بيظهر دوت، وفي خيارات من ضمنها تبديل الحساب، يعني يقدر يدخل على حسابه ويقدر يدخل على حساب القناة اللي هو أصبح بقى مديرها. يعمل كل حاجة في القناة ما عدا حذف القناة، يعني له صلاحيات كاملة. يقدر بقى يعدل أي مشكلة في القناة، يحل أي مشكلة في القناة، يعمل تعديل، يرسل اشعار مضاد، يعمل كل حاجة. دلوقتي بقى عايزين نلغي المدير، يعني بعد ما عملنا مدير فرضا عاوزين نلغي. نلغيه ازاي؟ عادي جدا، ندوس على صورة القناة. طبعا مالك القناة بيعمل الحكاية دي، يدوس على صورة القناة، وبعدين يدوس على الاعدادات اللي هي بجانبها الترس، هيظهر المنظر ده. يدوس مالك القناة على الاذنات، مالك القناة يدوس على السهم اللي هو تحت منه كلمة مدير عشان يفتح معاه اختيارات تانية، يختار ازالة امكانية الوصول، يدوس عليها، وبعدين يدوس حفظ، وبعدين متابعة، اثبات الهوية، بيكتب الباسورد ويدوس على التالي. من خلال تليفونه بيدوس على الاشعار اللي بيجيله نعم، وبيختار رقم من التلاتة، هيكون 62 زي الرقم اللي مبعوت له دوت عشان يؤكد انه هو اللي بيعمل الاجراء ده، وهنا مبعوت له 62 فيدوس على 62 في التليفون. خلاص كده المالك حذف المدير. شكرا ليكم والسلام عليكم.